اليوم هذا اللقاء اللي هو في إنزكان أي تملول مع السيد عامل عمالة إنزكان أي تملول لتنزيل وتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، وهي واحد المكون أساسي في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة اللي كانت هذه المفاهيم ولا ما كانتش منزلة، ما كانتش مفعلة على أرض الواقع. فمنين جينا في الوزارة التضامن الاجتماعي والأسرة تنفيذا للتوجيهات السامية ديال صاحب جلالة نصره الله والبرنامج الحكومي اللي الالتزام ديالو هو تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، فكان من الضروري أننا أولا نديروا شنو هي الوضعية الحالية، وكان هذا هو الهدف ديال المشاورات، لأننا كنا عندكم هنا في إنزكان أي تملول هذه سنة بالضبط يوم 7 يناير 2022 واليوم يوم 6 يناير يعني سنة 2023 جينا. أولا تلقنا كما شفتوا في أكادير المنصة الرقمية لتسجيل النساء في برنامج جسر التمكين والريادة، واليوم جينا باش نفعلوا الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة اللي كيبدا باللجنة العاملية، وكنشكر السيد العامل لأنه اليوم جمع اللجنة العاملية اللي فيها جميع القطاعات الحكومية واللي هذه يعني هو البداية، وعملنا واحد التوقيع ديال شراكة مهمة جدا لخلق المكونات الأخرى ديال الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة اللي هما الكاب يعني مركز مواكبة وحماية الطفولة، وأيضا لو بي او اللي هي الوحدات حماية الطفولة. إذا الجهاز حاليا متكامل باش ما يبقاش عندنا أطفال في وضعية الشارع أو في وضعية هشاشة أو في وضعية صعبة. دابا بهذه الخلايا وبهذه المنظومة أي طفل في الشارع غيتم الرصد ديالو وغادي يتم المواكبة ديالو في هذه المنظومة باش غادي إما يرجع للعائلة ديالو، إما غادي يمشي لمراكز حماية الطفولة، أو غادي يمشي أيضا الوكالة، لأن كنشتغلوا على خلق واحد الوكالة لحماية الطفولة في وضعية الطفولة المحتاجة للحماية، وهذه واحد المكون غادي يكمل المنظومة برمتها. وكنشكروا جميع الفاعلين منهم لا ليغ يعني العصبة المغربية لحماية الطفولة، المصل الوطني لحقوق الطفولة، كل هذه مكونات أساسية اللي تحت إشراف السيد العامل مع وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والتعاون الوطني، ودخلنا حتى وكالة التنمية الاجتماعية فيما يخص الحاضنة الاجتماعية لمواكبة الأطفال خاصة اللي كيوصلوا 18 سنة وعندهم واحد الإشكال، فحتى هو جبنا له الحل. إذا الحمد لله الآلية متكاملة، التفعيل ديالها كاين، وكنشكر المجتمع المدني لأن بلا المجتمع المدني ما نقدروش نشتغلوا، والمنتخبين حضروا معنا، البرلمانيون حضروا معنا، رؤساء المجالس سواء العام الإقليم أو مجالس الجماعات، ونبغي نشكر أيضا المحسنين كانوا حاضرين معنا بقوة. هذه المنظومة حاليا كاينة، فعلناها والله يسخر.